يحيى، انت كنت من اوائل الناس اللي احترفوا مؤخرا في سن صغير جدا، ده ما كانش متوفر زمان. يعني افتكر احمد الاحمر كان في فترة من الفترات مرشح للاحتراف واتمنع من ان هو يحترف من هو صغير، يعني احترف فترات بعد كده وهو كبير. هل ده فرق في شخصيتك وفرق في نظرتك حتى لكرة اليد غير الاجيال السابقة؟ فرق كتير جدا طبعا، فرق كتير جدا. انا طلعت 21 سنة، كان الموضوع تطور مني كتير، مش بس بدنيا، تطورت كتير. الليفل التمرين اللي بتحط فيه، طريقه العيشه اللي بتحط فيها، بتطورك جدا، بتبص على الرياضه بشكل مختلف. كمان بتخش وسط ناس اصلا بتلعب في الليفل دي، في الليفل ده بقالها كتير، عندهم الخبره اللي موجوده في الحته دي. فبيبقى خطوه كبيره جدا اللي انت بتحس بعد سنه سنتين لما بتعرف تنجح وسطهم، بتديك اصلا الثقه. يعني غير موضوع اللي انت بتتطور فكريا وتتطور بدنيا، بس برضه بتحط في الثقة اللي هو احنا طبيعي كنا بنروح مثلا كاس عالم، بنخش وسط الفرق بنبقى حاسين اللي هو هما دول، احنا جايين اللي هو احنا برضه ما حدش عارفنا في الاخر. احنا ممكن تكون معروفين محليا بس بره ما حدش فينا ليه اسم يعني. فلما تحط يبقى ليك اسم والناس كلها عارفاك من خلال اللعب وسطهم، لما بتيجي تروح تلعب في كاس عالم انت اوريدي مش بتبص لحد بطريقه مختلفه، بالعكس هم بيبصين لك على اساس اللي هو ند الند ند الند. فدي اللي بتفرق معاك، بتحطك اوريدي خطوه قدام، مش لازم تبقى احسن لعيب في العالم عشان تاخد الحته دي، بس بتاخدها اوتوماتيك. يعني كلامك ده هياخدني لحته تانية. كره اليد في مصر دايما معروف محليا ان هي اهلي وزمالك، ولكن ظاهره احتراف اللاعبين مؤخرا اللي بتتزايد، يعني كل سنه بقينا بنسمع عن نجوم كتير بيحترفوا، هل ممكن تؤثر على مستوى الدوري المصري ولا اصلا ده ما عادش مهم؟ شايف ان هو يعني الدوري المصري المفترض ان هو يكون مصدر، مش مهم يكون مستواه هو قوي؟ لا اكيد، هو اكيد مستواه هيقل طبيعي، عشان احنا بقى عندنا دلوقتي مواهب كتير وعناصر كتير قادره انها تلعب في احلى في اعلى حتت في العالم. وطبيعي ان ده يحصل، ان طبيعي، فحاجه تبقى المفروض ان احنا يعني كمجتمع هاندبول وكبلد نبقى فخورين ان احنا عندنا 10 15 20 واحد بيلعبوا في بطولة اوروبا، بيلعبوا في الدوري الالماني الفرنساوي في احسن حتت في العالم. فطبيعي المستوى هينزل. يعني اكيد هقول لك لو كلنا رجعنا نلعب في مصر هتلاقي الدوري اقوى بكتير والمستوى فيه اعلى بكتير، عشان خلاص الناس دي اتعلمت في حاجات بره، اتعلمت في حاجات في المنتخب، فالمستوى هيعلى. بس ده برده ما يمنعش ان هو هيدي فرصه كبيره للناس تبتدي تطلع، عشان بتلاقي مثلا لعيب كويس جدا مثلا من الاحتراف لو قعد في مصر ممكن يفضل قاعد 10 سنين في فرقه زي الاهلي او الزمالك، وبيلعب ماتشات كلها 60 دقيقه، واخد هو الدور الاكبر. فلما بيطلع بره بيدي مساحه للعيب صغير يطلع ياخد الدور الكبير او ياخد المركز ده يبقى هو اللي شايله. ده المتوقع في السنين الجايه، هتلاقي كل ما لعيب من هنا بيسافر كل ما هتلاقي لعيب ظهر مكانه خد الفرصه وانتهزها وبقى كويس. يعني كلامك دوت على فكره يعني بيتطبق في الكوره احيانا بس مش في مصر. يعني مثلا لو بصينا للدوري زي الدوري الهولندي، الدوري البرتغالي، هو دوريات بتبقى مصدره للنجوم. طبيعي. فيا اما الدوري بتاعك تهتم بيه وتسيب كل المواهب دي عندك فهم مش هيتطوروا قوي والمنتخب هيقل بس الدوري هيبقى قوي، يا اما الدوري بتاعك يكون اسمه مصدر والمنتخب هو اللي يزدهر ويبقى اقوى. ايه الفرق في مصر ما بين اليد والكوره اللي بيخلي الموضوع دوت اسهل في اليد لكن في الكورة مستحيل تفكر بنفس العقلية دي؟ يعني أنا مش عارف في الآخر، بس هو الموضوع بيترتب على حاجات كتير في الآخر. إن الكورة بقت صناعة أكتر، الأندية بتتعامل مع كل اللعيبة على أساس إن هو فلوس داخلة وفلوس خارجة. وحالياً إن أوروبا مقارنة بمصر في الكورة كمادياً الفرق كبير، إن هتلاقي لو في فريق في مثلاً في انجلترا عايز يشتري لعيب من مصر بالنسبه له ان هو يدفع مبلغ كبير مش حاجه كبيره. لكن المشكله ان لما انت تلاقي انديه الهاندبول بره كلها انديه مالهاش علاقه بالكوره، هو نادي هاندبول فقط. فالماركت بتاع الهاندبول مش زي اللي احنا بنتكلم فيه هنا. انت في الاخر بتلاقي في مصر اهلي وزمالك انديه كوره وبيتعاملوا مع لعيبه الهاندبول في البيع والشراء على اساس ان هو لعيب كوره. ففي الاخر بتلاقي لعيب اتباع مثلا بمبلغ اسمه 5 مليون، فبيقول لك مثلا لو ابيعه بره ابيعه ب 15، وبره بالنسبه للهاندبول اغلى لعيب في العالم اتباع ب 15، فمش هروح اجيب لعيب ناشئ من مصر ب 15. فهو ده التعامل. الفكره ان
الموضوع ممكن يبقى شبه نفس الحاجه لو الاهلي والزمالك في الهاندبول هم شركات لوحدها والفلوس اللي بتدخلها هي اللي بتصرف بيها، بس هو مش ده الواقع. يعني انت بتلعب في نفس مركز احمد الاحمر، واحمد الاحمر يعني اذا ذكرت كره اليد المصريه ذكر اسم احمد الاحمر، فهل الموضوع ده بيسبب لك احيانا ضغوط عشان بتخش في مقارنات او اي حاجه، ولا بتستقبله ازاي؟ لا بالعكس، يعني انا من اول يوم وانا خدت الموضوع كتشالنج بالنسبه لي، ما مش فكره اللي انت تثبت نفسك عليه واللي انت تبقى احسن او كده، بس فكره اللي انت زي ما هو عامل اسم كبير وان هو قعد فتره كبيره خد احترام كبير من كل الناس اللي موجوده، تتعلم منه اللي انت عشان تبقى لعيب كويس وعشان تبقى عندك نفس الاسم، عشان كده مش تبقى كويس سنه او مش تبقى كويس اثنين ومش تبقى كويس خمسه، هتبقى كويس 10، هتبقى كويس 15، فهي كونسيستنسي واللي انا افضل في نفس الليفل ده، افضل اعمل حاجات اكتر من كده والصبر يعني. ففي الاخر عمرك ما هتقارن نفسك بيه كاسم، عشان كل الناس عارفه مكانته وعارفه ان هو قد ايه ادى للرياضه وادى للنادي وادى للمنتخب وكل الحاجات دي، لكن بتحاول ان انت تمشي على نفس الخطى. يعني ايه النصايح بقى اللي بيديها لك لو بتتكلم معاه؟ هل عمر مثلا اتكلم معاك قال لك يعني اثبت وتثبت في الاحتراف، انا لو كان رجع بيا الزمن كنت هحترف زيك وهتمسك بان انا ما افضلش في مصر؟ والله ما كلمناش الموضوع ده بالخصيصا يعني، لكن هو قال لي يعني كتير بيشجعني، وانا على طول وانا هناك يكلمني، ولو خسرت ماتش يكلمني يقول لي معلش وركز، ولو كسبنا ماتش يقول لي مبروك، فهو على طول محسسني باهميه الموضوع، واللي هو ان هو فخور اللي انا موجود بلعب في حاجه زي كده، وبيقعد يقول لي كمل ولازم تفضل زي ما انت وكده، فيعني بيفضل دايما معايا، لكن ما بيبقاش في نصايح اللي هو اعمل كذا او خليك او يعني، لكن كاحتراف هو بيبقى شايف اللي انا بعمله، فبيبقى دايما سبورتيف معايا يعني في القرارات. هل سمعة لاعب اليد المصري بقت يعني عظيمة في الدوريات العالمية؟ كل الفرق بقت يعني ايه، ساعات بيبقى السمعة بتفرق في ان انت تجيب لاعب ولا انا مثلا هجيب لاعب كيني مثلا في القدم، والله مش حاسس مستواهم بيبقى ثابت، انا بقول مثلا يعني، انما ايه فلاعب مصري في اليد بقى خلاص دي سمعته كويسه بره؟ لا طبعا فرقت كتير جدا، اللعيبه اللي على اخر كذا سنه من اول ما زمان، من اول ما حسين زكي احترف، من اول ما الاحمر احترف، من اول ما دلوقتي سند احترف، علي زين احترف، انا محترف، ممدوح هاشم احترف، عندنا لعيبه كتير موجوده دلوقتي ولعبت في كذا بلد وفي كذا حتة، أثبتت كتير إن اللعيب المصري بقى عنده الخبرة اللي بيقدر ياخدها في بلده، إن هو أصلا بيجي مستواه أوريدي عنده هاندبول كويس جدا، وأوريدي عنده حاجات كويسة يقدر يقدمها للرياضة بره يعني.